انتبهوا أيها السادة، مين فينا يا جماعة ما بيحبش الرومانسية؟ نعم؟ حضرتك بتقول ايه؟ لا حضرتك مالكش فيها يعني، عشان انت شخص عملي يعني وما بتعترفش بالكلام ده والحاجات دي. وحضرتك بقى بتقولي ايه؟ مش مقتنعة بالحاجات دي خالص اساسا؟ لا اسمحولي، انت وهي انا مختلفة معاكم تماما، لان اي بني ادم عنده قلبه بيدق اكيد بيتأثر بمجاملة رقيقة او كلمة حلوة، ده حتى زي ما بيقولوا ده عليه كلام يدوب الحجر، يعني الكلام الحلو بيدوب الحجر، صح يا ستي انتي؟ وهو انا عارفة ان طبعا كتير مننا بيتريقوا على الشخص الرومانسي وبيعتبروه جاي من العصور الوسطى، ويقولك يا عم ده بتاع ورد وده بديب سيو 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 وحاجات من دي. لكن الرومانسية عمرها ما كانت ورد ودباديب بس، الرومانسية هي اللي بتزرع بين الناس حالة حب صافية تخلينا نعيش في سلام نفسي. يعني تفرق كتير لو بدأت يومك بمكالمة حلوة من حد عزيز عليك، أو بوسة على خدك من حد من ولادك، أو حتى لو حد غريب ما تعرفوش خالص ابتسم لك في الشارع وقال لك صباح الفل. هي دي الرومانسية. الرومانسية مش للحبيبة وبس، أصل المشاعر مش حصري لحد بعينه، الحب بيبقى بين الإخوات والصحاب والجيران. لكن يا ترى ليه الرومانسية اختفت من حياتنا؟ أو خلوني أقول يعني أقول لو تراجعت يعني، يعني لسه في حد برضو بيدخل على مراته بوردة أو بيبقى حريص إنه يفرح عياله كل يوم بحاجة حلوة ولو بنبنية؟ صدقوني الحاجات دي بتفرق جدا، بتفرق كتير قوي في علاقات الناس ببعضها. ده حتى أغلب البنات أما نسألهم عن مواصفات فتى أحلامهم على طول ومن غير تفكير أول حاجة بيقولوها إنه يكون رومانسي، ويعتبروا إن دي حاجة بقت شبه مستحيلة، وإن وجود شخص رومانسي زي عودة الكائنات الفضائية الرومانسية. فعلا يا جماعة الرومانسية اختفت عشان حاجات كتير قوي جدت على حياتنا. يعني ببساطة نعرف طعم المشاعر الحلوة ازاي، واحنا بقينا عايشين في عصر المشاعر الالكترونية على الفيسبوك والواتساب، واستبدلنا مشاعرنا بشوية ايموشنز خلت قلوبنا زي الواح التلج. مش كده وبس، قسوة الحياة والجري ورا لقمة العيش خلت مشاعر الناس تنطفي، يعني النور قطع جوه في القلوب، انطفى بين الزوجين وبين القرايب ويمكن جوه كل أسرة. لأنه الحقيقة كتير مننا شايفين إن مفيش وقت للرومانسية في أيام الغلا اللي احنا عايشينها. على فكرة يا جماعة الرومانسية موجودة جوه أرواحنا لكنها مختفية بسبب الظروف الصعبة المحيطة بينا أو بسبب الضغوط والإحباطات، وده طبيعي جدا لأن الرومانسية عبارة عن مشاعر رقيقة جدا بتتأثر بأي حاجة. طب ليه احنا نستسلم للإحباطات دي؟ تعالوا نفتح قلوبنا للنور ونخلي الحب دافع لمقاومة أي ظروف. وعلى فكرة صدقوني ده مش كلام خالص، مش شعارات، احنا فعلا محتاجين نرجع الأخلاق والحب والتسامح ما بيننا، وأكيد وقتها هنقدر بجد نقاوم كل حاجة صعبة في حياتنا. ربنا يجعل حياتكم كلها حب وتسامح.